مساكم الله بالخير، حياكم الله معنا في حلقة جديدة من طارق شو. انت شايف سناباتي امس؟ ايه انت شفت يوم نزل اغنية علي بن محمد راح العمر؟ هذه الاغنية احس ذي مقصودة، ذي انا احس ذي مقصودة. بعدين تلعبون من وراي، يلا اوكي، بعدين تتفقون علي كذا تركي وانا اللي حاط ثقتي فيك. لا لا لا، معك معك علي كيف؟ تمام. في خيانة؟ اكيد. الله يسلمك. الضياع. يلا الخبر الاول يقول لك المرور يحذر من اساءة استعمال البوري لانه يعد مخالفة مرورية. الغرامة 300 ريال للبوري المزعج وما تزيد عن 500. المصيبة مو بهنا، المصيبة ممكن تكون في بيتكم ويجيك مخالفة بوري. كيف؟ ما ادري. يعني ساهر بيسجل صوت؟ يعني اوكي، في اماكن ممكن ودك يفصلون البوري تعلقه برقبه رعي، اللي في المستشفيات يضربون بواري، في موقف مستشفى، عند مدارس، عند اشياء زي كذا، مو بمخالف، هذا تجيبه تحطه مكان البوري. انت تضغط تضغط ليه؟ ما اعرف ان الله حق، لانه خلاص يعني مستشفى، في مرضى، في عالم تعبانه، او مدرسه في هذا، او في حاره، عوائل ناس نايمه في بيوتها، نفس كان بس طريق سريع. انت في الدائري ينشب لك واحد في الصدام وراك طاط طاط، كيف ذا سجل مخالف انا ولا كيف؟ يعني ايش اسوي؟ شلون اثبت انه الرجل ذا اني لو ضربت فرامل دخل في الشنطه عندي بقول ازعجني بوري؟ بس حلو، بس كيف تطبق هنا مان؟ انا يعني ودنا نعرف عشان لا نضرب بوري وننكب. يعني يقول لك الخبر ذاني القبض على المعتدي على القلعه العثمانيه بجزيره فرسان. هذا واحد. خلنا نشوف فيديو. يا رب يطيح يا رب. هذه القضية مين قضية انه لازم الناس تفهم، مو قضية انه عثمانية ولا يهودية ولا لا، هذه اثار، هذه اثار لازم نحافظ عليها، لازم احنا قاعدين شغالين على اثار لنا فتره، مدان صالح، مدان واكثر من مكان اثري. انا لقيت حتى والله في الجوف دخلت كذا مكان له مشبك، قال هذه مكان اثريه اللي هي زي الاصابع، نسيت اسمها ايش. المهم المواقع الاثريه، فالناس لازم تفهم انه ذا تاريخ، تاريخ ما يحق لك تلعب في شيء زي كذا، والرجل هذا لازم ياخذ جزاء ويكون عبره للباقيين. انا ترى من محرض على العبره، لاني اعرف بعض الناس ينجلد الناس كلها تمشي كذا. خبر علمي يقول لك انخفاض حراره الانف تكشف كذب اللسان. كيف؟ يقول لك الاشعه تحت الحمراء اذا حطيت على وجهك، اعطونا الصوره، هذه الصوره، إذا بردت جبهتك وخشمك يعني كذاب. ومننا في برنامج طارق شو ننصح لأي أخت متزوجة في كم تطبيق أبد حطيه على وجه زوجك، تعرف إذا خشمه برد أدري إنه صادق ولا كذاب. وبالمثل الرجال ما له داعي يقول لك احلف ولا ما تحلفها، هذه كم تطبيق بس واحد غاب، ليش متأخر يا أبوي؟ تعال جيب خشمك، شوف خشمه بارد ولا مبارد. هذه من الاشياء اللي يا اخي التطبيقات. اهلا استاذ فرحان، مقرب جالسين اليوم ايش عندك؟ بالله بالله طلع بالله يلف الكاميرا، خلينا نشوف الاشراف العام للاستاذ فرحان كيف. ايش جالس هنا؟ يلا يسلمك، طلع فاصل خلينا نشوف ولدنا ايش فيه. وش تعيد؟ لا خلاص كمل كمل ما ورانا احنا الا ذا الفاصل. بنبدا حلقتنا. تتحمسون لين يقول مخرج فايف. كل واحد لا خليك منطلق. استذكرتوني في ايام المكسيك وشغل الشطه. الله الله الله. يقول لك الخبر هو الرئيسي اليوم، يقول لك ضبط 55,000 مستحضر
صيدلي مغشوش في السوق. والله ما ادري يا اخي. يعني المشكله مخالف الخبر يقول لك مخالف يعني اما يعني مغشوش يعني مغشوش. هذا الخبر يعني الادويه خصوصا اشياء كلها كيميائيه. قبل فتره منعوا بيع المضادات الحيويه في الصيدليات بدون وصفه. هذا شيء برضه ممتاز لان احنا كان اول ما يقول مضاد ياخذ المضاد على كيفه يوم يوقفه ثم نرجع له بعد شهر ما يدري انه في جرعه يا 7 أيام يا 6 أيام في الوقت المحدد عشان تستفيد من الدواء، مو بشغلة انه مسكن تقعد تبلع فيه طول الحياة. حتى المسكنات صارت نصها صارت ممنوعة لان استخدامها صار سيء. لكن غشوا في كل شيء الا في الاشياء اللي فيها صحة الناس. يعني اوكي غشوا في مطاعم جابوا لك لحوم حمير ما ادري وش ماشي في الاخير اكل، واذا انكفش قفلوه ما اضر احد شيء. سنة وش ما ادري ايش بعد قرود. قبل فتره الناس كانت طاحي في مطعم يقول زين طلع قرود يطبخ. فهذه اشياء بالاخير كاكل ما تضر لكن مواد كيميائيه تاثر على كبد كلى. انا جاي اخذ جرعه من دواء معين عشان يعطيني سمي العالم زعلانه، العالم زعلانه في الكنترول يقولون يتلاعبون بالاسعار. ان دواء عندنا ب200 ريال تشتري من أي دولة برا ب60 ريال. خلنا نشوف فيديو. وفي أكثر من شيء محاسبني عليه فرق السعر. طبعا هنا غسول اليد طالع ب52 ب52 ب52. ايش فيك انت هاي؟ بسم بالله واضح المقطع. يوم كفشهم في الاسعار المضروبه اعمل نفسك ميت. الصيدلي قام يكح وسوى نفسه انقذني. كل صيدليه عندنا اسعارها تختلف عن الثاني وفرق. بيقول لك تسويق ان نخفض من هنا ونرفع من هنا، لا، المفروض الصيدليات كلها اسعار. هذا اللي خلى الناس تروح لابو ريالين ولا ابو مدري وشو ولا اماكن ذي، ولا يشتري له مسكن من بقاله، ولا يشتري مدري، لانه الصيدليات هذا ب7 هنا ب20 هنا ب8 هنا ب19 ويا مالك وحليب الاطفال. أوه. حليب الاطفال والحفايل، واحد عريس توه جايب له بزر يروح نص راتبه حفايض وحليب وغير رضا. ايش اقول بس شاب لا تفتحون موضوع لصيح. الموضوع صدق. والصيدليات تسوي لك كروت الحين يقول لك خصم بعد ما ادري كم نقطه. انا ما ترى ما ندور صيدليه، لازم يفهمون حق الصيدليات. ترى انا ماني جايك من زين بضاعتك، الاقرب عند البيت بمره، وماني جاي كل مره ابى ادور لاروح هنا عشان ادور 7 نقاط ولا ما ادري وشو عشان في الاخير يلا يطلع لي حلاوه مص. فالحمد لله ان بعد المشاكل ذي الغش وما الغش والاسعار ولا ذي، هيئه الغذاء والدواء سوت شغله حلوه نبي نشوفها في الفيديو الان، ومن الاشياء اللي ممكن تريحنا نفسيا شوي. كذا كنا ملفوفين بقطعة قماش ما ندري من وين جايين ولا ندري وش مطحون معنا ولا وش كان قبلنا ملفوف بهالصرة. مر الوقت وبعض الأمور زانت وتطورت شوي، نصنا ضايع ما ندري في أي مخزن ولا حتى في أي بلد، ونصنا الثاني الله يكفينا شرهم ما ندري من صنع ولا خزنة. وضعنا تغير الحين، يا ربي لك الحمد، وصار لنا زود على الأسماء رموز وأرقام. حنا عندنا هالرمز اللي يوثق كل تحركاتنا. الزين في السالفة صرت أعرف وضعي أنا واللي معي، والبركة في الهيئة العامة للغذاء والدواء، ما هم معطينا مجال، راصديننا رصد. كل شيء حلو في الفيديو انه خلاص انه في باركود، في كود، في تشوف السعر، تعرف من مصدره، تعرف اشياء كذا، هذه من الاشياء الحلوه. لكن الاخت في الفيديو تقول الله يخلينا هيئه الغذاء والدواء ما احب الاسلوب ذا. ابدا ما احب الاسلوب ذا. لان المفروض ذا الكلام من زمان، من بدت هيئه الغذاء والدواء المفروض ذا الكلام موجود، مو بلام.
المهم الحين علمتكم علمت وصل هيئة الغذاء والدواء سويت شيء زين. لا أحد يقول بكرة غشوني في دواء. اطلع فاصل. حياكم الله معنا بعد الفاصل. بعدين صرت اهدي عشان الشباب يخلصون لين ما تركي يمسك يد مروان بالغصب بالطيب. تكفى وقف. المهم ضيفنا اليوم مشتي قبل الناس ابو بجد البقى كيف قبل الناس دخل اشتغل من 40 دخلت ما بقى شيء ما نعرف احنا ذا السوالف. الله يرحم والدينك يا هلا والله. باقي 7 ايام على المربعانية عندي ترى الناس ينقلوني والله باقي 7 ايام. اه ورا 7 ايام اختى اليوم ما ورا شيء. طيب حبايب وحده منورنا والله. الله يرحم والدينك يا طارق. نبدا بالمشاكل ولا نبدا بالسوالف؟ لا والله فكنا من المشاكل خلفها السوالف. لا نبدا بالمشاكل نبي ناخذ حقنا عندنا لنا حق عندك. اعطونا الفيديو خلينا نشوف بعد اصل عندي مقابل لك. انت تتخيل ان الهارف عنده مقابلته مع طارق وشو؟ وش اللي طارق وشو؟ يا ابن الحلال ها؟ تضحكون يا ابن. من وين جبت حرف الواو؟ الحين البرنامج مو طارق وشو؟ أو طارق وشو؟ أشد كان أجاوبني بس. طارق شو؟ شو؟ وشو وش فرقها عن وشو؟ شو بال يعني شو 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 ناس تتابع شو؟ الشو وشو يعني وش دخلك؟ إيه لا مخطي. أه؟ مخطي. أجل وش؟ مخطي بس عدها. عدى شبابها. طيب حنا بنمشي مشاكل. الله يرحمه. قد احد رفع عليك قضيه؟ اي والله انت قضيتهم في الاتصالات اتصالات السعوديه. كانت اتصالات رافعين عليك ولا؟ لا والله شخصي بس انه هو المدير. لا شخصي بتنحل الامور. لا 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 شخصي. ندعي عليها ليل ونهار ان الله قل ندعي له ندعي له ان الله يهديه. اي انت قل نصلحها امسحها امسحها. طيب صدق هذه شخصيتك أبو بجاد ولا أنت تصنع هالشخصية؟ لأني أعرفك قارئ ورجل ملم بالتاريخ وال هالشخصية هي ما اختلفنا فيها. حتى أخويا اللي يعرفوني اللي هم سنين هي. لكن القراية ما لها دخل بالشخصية ولا والله؟ إيه ما لها دخل. يمكن عشان الثقافة. أنا سألان أنا لسه قاعد أجمع. أنا اللي قاعد أجيك من وراء التريلات. لو فيها شهادة سنزانت الأمور. إيه بس أبي. طيب أنت يقولون تايب تايب؟ تايب من وش؟ قبل ما تصير مشهور تدخل في السناب وكذا كان لك توجه كنت تشتغل. ما زال في توجهات انقشر. كنت ها؟ وش تبابها يا طارق؟ ما ادري بس انت لك في الاسلحه يقولون اول. ايه بيض الله وجهك. بيض الله وجهك. لا لا صدق. افزعنا يا فنان. طيب خلاص اترك الاسلحه اترك الاسلحه. وش علاقتك بعرضات الازياء؟ ما هي علاقه لا تطولها انت تروح. سؤال هي علاقه هي اعلان والناس مسكته. وش وحتى انت دقت علي قالتها باعلان قلت وش شغلتك؟ قالت مصممه ازياء. ايه؟ وانا رفعتها وقلت عرض ازياء. قاموا اهلها وجماعتها بغوا يذبحوني. دقت علي قالت فضحتني الله لا يوفز. قلت العلم وش تبين انت؟ قالت اني انا عرض ازياء شو اسمها مصممه ازياء. ايه؟ ماني بعرض ازياء. قلت وش الفرق؟ قالت خياطه. المصممه هي الخياطه. ايه؟ رجعت بسنابها ورفعتها من جديد قلت ابشركم الانثى طلعت خياطة ونجحت وراحت على وجهها. لكن عرضة ازياء وفي القصير ما تجي. ايوه ما تجي. طيب بنشوف لك اعلان سويته. بسم الله والله اكبر. دعايه طليان واعلن عن طليان والكراث والدم ما خليت شيء لكن هذه ما حد سبقني عليها. بسم الله. هذه حضانه للاطفال والله الراس الواحد يطول عمره ب 700 ريال. هذا قدي ما أدلم. هذا أنت على الحضانة وتقول الرأس ب700. هذا أني غلط في ذي لكن مسحتها ترى ما بطولت. ما طولت؟ إي لا ما طولت. طيب في لك يا ولد مرة احنا من جميع دعايات الله يرحم والدينك. أنا قلت ربك. طيب كيف الوضع بعد الإعلانات؟ أنت كنت طبخة ما أنت داخلي مشكلة كنت معقب أول. أوه أزين مهنة اشتغلتها. إيه والحين مع الإعلانات والسناب السوشيال ميديا ترى رزقنا الله يا رب لك الحمد. تركت التعقيب؟ ها؟ تركت؟ اي خليته جات علي في مشاكل وخليته. مو برستيج؟ سيف يعني.
يعني برستيج تحس ان انزل لا طلع دعوه تغيرت من اول يدوي كل الدنيا من بشناطك رايح بشناط رايح جاي الحين لا الدعوه هبشر وعلوم الوادي ما تنزرف. طيب ابو بجان اكثر وقتك في البر انت؟ ايه يعني راعي بران ايه هاقنص من يوم منوره من عام 1415 وانا طيب انا سمعت انك تقنص في اماكن مو بمحظوره اماكن ما لها دخل يعني في دوار الجامعه في جده انت تصيد طيور ايه من بسال من اللي يعلمك دوار هالجامعه انا عارف ولا في دره العروس ما تقدر تمسح السؤال هذا تاريخ تاريخ في المقناص ذا إيه قبل قديم ايه قديم. تاريخ مقناص الدوار قبل ما يحطونه ايه قبل ما يحط ودره العروس يعني كان شوي بس انه الشجر اللي فيه ميت شوي ايه يا طارق وبعد اول شيء هن ثنتين ذا من حكومتنا والثانيه ذو عمر ذا لان الناس يجون في محلي تبي تعلم الناس في محلي يعني. طيب خلينا نشوف بدي الطيور طيب بما انك ما شاء الله عليك راعي مقناص في كل محل وش رايك في المناظر اللي شفتها الحين يا اخي مناظر ما هي زينه وهذا صيد جائر صيد جائر وش اسمه جهل هذا بتظهر في التلفزيون ايه هي كلها ذي طالع اسك بالله بس هذه مو بنت مالك دخل لا ما هو انا ولا اعرفه انت تصيد حق عشاك حق غدا ايه مهاجر ما هو مستوطن يعني نطلع فيديو لك وانت لا عاد فيديو وطلع وجهي لا تقلق طيب بسألك أنت لما فتحت السناب الناس يحطون جواز جوالات يحطون تذكرة سفر يحطون مدري شان تعرف المتابعين يزيدون وش حطيت أنت أنا حطيت لهم ناقة أيوه ناقة ذبح ووزعها على الضعايف والمساكين بدل ما أعطي يفوز واحد بهالجائزة يفوزون كل والمتابعين عندي ويكسبون الأجر إن شاء الله من ربي الله يجزاك خير وسنة سبع نياق كل ذبحوا أهل الزلفي ناقة وأهل بريدة ناقة وأهل عنيزة ناقة وأهل الرس ناقة وأهل المذنب ناقة يعني سنوها وبدأوا يوزعونها ونساعدهم حنا في توزيعها ما شاء الله أزين طيب. من أيفون ما حد يستفيد منه طيب وفي غيره جواز وش بعد؟ إيه مسابق تنزينتها قشرة إيه وش كان جوازها؟ مكنسة كهرب في رمضانية مسابقة العارف الكبرى مكنسة كهرب كيس طحين كيس شعير والف ريال وعطر طيب. لكن الشعير ما حد يقربه الشعير في أحد جاك مشكلة في أحد فازت واحد استرعنوا عليها أخذت الجواز كله قلت الشعير قالت كله أنت قلت ويش عرفت أن الدعوة من عند توالي البحر وتالي حذفت الشعير منها مسابقة أنا أحسب أنه بيفوز فيها تعرف بعض الناس بادية عندهم حلال وهو حمام حد يفوز فيه ترقع جائزتك المضروبة جائزة شعير 30 كيس شعير في البيت عشان مسابقة عندك إلا نعم لا روحت خلاص اي هاش وين راحت؟ حرجت عليها في السناب لا لا اعطيناها الجماعه طيب انا مو بعرف انت عندك حلال؟ على حياه ابوي الله يرحمه كان الله يرحمه والحين بيعته؟ لا بس لا ها؟ بيعته؟ ايه لا لابوي الله يرحمه باعه قبل ما يتوفى الله يرحمه يعني مو بلك؟ لا والله مو بلك لا والله لابوي وانا لا قلت راعي النياق وراعي لا والله ماني براعي النياق انت تدري انك الظاهر كنت بتطلع طيحتي من الناقه من الحر ها غلط اعطونا بتحطها ابو بجاد راح فيها شرود هالزمن اقول شرود وش اللي شرود؟ قال لي انا راتبه وشنو؟ انت ما تعرف تركب لا والله راتب بس يا اخي جف هلبي جفله تنقشر والله على بس شوي لزمته يقولون كسرت رجلك والله انا هي انكسرت لكن عاضنا ربي ودانا منصور دبي يومين استنزل فيها ورجع ايه رحت دبي طابت علومك ايه طابت رجلك لا رايحين دعايه احنا بس هو قالوا لي دعايه استانس انا يطيب كل شيء ما تستنسون لو احد محلي وتجي دعايه رزقها الله بعشره وخمسه طيب وش ماخذ معك دبي يوم رحت انت؟ الحمد الحاشي ايه انا من الناس اللي اكره ما في اللي مكرهني في السفر كله على الاكل
إذا صار معي لو تجلس شهر أجلس. إذا وش يعني وش بيكون معك؟ لحمت حاشي أطويرات من اللي صيدناها في الثلاجات معنا. يعني صيدك جائر في الثلاجات؟ لا لا ما بإنه جائر، أشريهم. ها؟ أشريهم من الناس، في ناس تبيع. والله انه مشاكلك واجد. لا تكفى الله يرحم والديك. طيب الصوره الاولى ما هي لي ولا اعرفها ولا ادري من هي اللي طاح. لا الاول اصور اللي طاح انا محترف. طيب بسالك عن علم الفلك. انت تدور راعي زحل؟ انا ما انا قاعد اسال. لا انت بتنشد عن زحل بس شفتك. طيب الحين راعي فلك انت توك تقول مربعانيه وطلعت مربعانية سبع ايام. ابى اقول لك شيء، يمكن الناس تزعل من هالهرجة. شفت المربعانية والوسم والهباي شو ونجوم تدخل هم ثقت من خلقة الدنيا، يعني كل اللي تشوفهم في التلفزيون ناقلين. حلو. لكن انا اللي تكلمت عنه اللي يعاين في زحل يقول زحل تحرك شوي. انا شو بزحل تحرك ولا جلس؟ هذا علم يا رجل. طب خلينا نشوف انا زعلان انت على زحل. ها زعلان على بعد مصورينه. اي هي عندنا والله. انا كعت ابي صدق خلي كاتب الجدران ولا يتابع لي فنجوم. وش خيبان اللي يدور زحل؟ شو زين اللي يقول زحل تحرك اللي يدربلون اللي يدربلون. هذا العلم الذي لا ينفع. ما اعرف خلف الارض ما ادري شخمط في الجدران ابرك. اي والله ايش نبي بزحل؟ راح يمين ولا راح يسار؟ لا المشتري يقول المشتري ايه زحف يسار شوي ولا حد سهى الزهره. بس ترى التفكر بالفلك اي زين التفكر خلقة ربي مكتوب في القران. اي واحد فيه وبعدين يطعم وتعاين فيه. وشو تجيب الدرابيل وتعاين فيه؟ وش عندك؟ وش المهنه القشره؟ هذا مدعين عليه اللي زينا حركات دي مدعين عليه. وش على زحل والمشتري والزهره بس الباقي؟ طيب عالم درسوا في ناس ياخذون دكتوره في الكواكب. عندنا غير الارض والشمس والقمر، عطنا غيره. المشتري وزحل ايه هذا خلاص هذا باقي تسعه. هي اكتشفوا واحد جديد بعد بلوتن. لا بلوتو قديم والله. ايوه وش لقوا جديد؟ سالك انا والله ما نعرف الا هذا اللي. طيب لك في الابراج ايش برجك؟ سرطان. تعرف يعني؟ لا واحد قال لي طلعوا تاريخي 79 1979 شهر 7 مدري 8 يوم سرطان. كم يوم 8 ايوه طلعك سرطان. سرطان قلت ما به ابي الحوت. انا حوت والله. ايوه على كيفك نقول منصور حوت. اي احنا نمشي في دار هذا اللي ضيعنا. لا 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 هذا اللي ضيع. منصور من سد حول معك وقاعد يقول لك عطارد وذا مخليك تسولف. كان قال لك علم ومخطط راسك. لا لا الابراج ذي ما لها مذهب. هذه خلو دخلت نفس علم النجوم. العالم التابع النجوم تقول لك النجوم كذا وكذا. الابراج في ناس تقول لك هذا بر. ها تعرف شخصيه الرجال البرج سحر. كيف سحر؟ يعني انت دريت اني في سرطان لاني برجي سرطان. تدري اني علومي هذه وهذه وهذه. ايه اعوذ بالله. يقولون برج السرطان مثلا انسان حساس. انت حساس؟ لا والله ما عمري ولا ادري عن شيء لا ما تحد. اما غير لا. ويقولون رجل يحب الخيانه. خيانه؟ والله ما ادري. طيب ايش فيك ما قلت والله ما في خيانه بويش؟ اي شيء. الله يكفينا الشر. لا والله ذي تاليف من عندي. اشوه. ايوه السرطان ما باه الحوت. الحوت ولا شو اسمه ثاني شو اسمه؟ الأسد. خذ الأسد إذا كان بتتنقى ولا القوس. لا الأسد هنا أيوة عنها الحوت. أشو أنه مو بكيفك. طيب أنت ما شاء الله عليك خلنا الحين نسولف جد. آمري سويت مبادرة غير مبادرة النياق. مبادرة اللي هي السيارات اللي جبت سيارة اللي حق التبرع بالدم. إيه هذه مبادرة أخوي منصور القيبة مو بنت. لا أنا اللي تبرعت بالموت. ما نبقيني مش حسبها لك انا هاخذ شيء ما هو لي. منصور اللي بدأ. منصور قال لي لابو بجاد. هلا هو عاد يزرق الطيب ابو سلمان لكن هو اللي بده وانا جبت موتري وتبرعت فيه لاني انا يوميا اعلن عن تبرعات الدم. وجبت سياره وجهزتها. جبنا السياره. لا احنا جبنا السياره وصار المزاد على بدر الراجحي شراها بنص مليون. والفلوس هذه جابوا بها سياره توجها امير القصيم قبل شهر صورنا فيها. حلو. اي والله. لا حلو والله. لا شيء زين. يعطيك العافيه. احنا نرقع نجي منه ونرقع منه. ايه ندور الشيء الزين. ايه لكن الحين الطيور ما لي دخل فيها. ما لك دخل. ماكته نبيك الان. انا قال لي واحد من الشباب قال لي ابو بجاد يغني يزعجنا. ما بس قال لي يزعجنا. شوف جالس هنا. ايه لا ما بيقول اسمه.
اش في جالس هناك في الزاويه؟ شوف طارق. ايه طب تقول انا اقوله انت تقوله. يقول ازعجني يقول لا يلقى لك زاويه فيها صدى لعبته. والله العظيم اني ما اعرف اغني وفكنا من الميكروفون. انا طالبك مطلوب. اي والله يا طارق عمري غنيت ولا حتى لحالي في الحمام عمري غنيت. والله رديات انا محاورات شعريه ولا عطنا رديه. عطنا رديه ولا ابن حمسك عطنا رديه. ما عندي شيء ابن حمسك ولا اغاني ما اسمع بشير. بشير عطون عطوا بشير وخليت الاغاني. خليت وش خليت الاغاني؟ تلعب علينا؟ لا لا بس عشان تلعب على الناس. لا ما العب على الناس. بشير اجل انا عارف انك خط القصيم تضربه بشير يطم كلثوم وبعدها على طول تقلب على بشير ثم ترجع لفيروز ثم عزازي. لا 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 محاورات شعريه وعقبها بشير وعزازي. عزازي خلاص يلا اعطونا بشير اعطونا. يعني فيروز الصبح ما تسمع؟ لا صايح. ها صايح. اي ما تسمع؟ لا لا لا, لا. كويس لو قلت اسمع هنا صدمه نفسيه لي. لا 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 يا رب اعطونا بشير. اي بشير بشير اول شيء نورتنا ابو بجد الله يرحمه. قبل بشير خلاص خلصنا مقابل يا رب لك. ها الله يرحم والدينك وبيض الله وجهك. الفيديو ذاك حق الباب الازرق ما جبته لانه مو بزين. اي فيديو الازرق بوريك اياه بعدين حالنا بشير. اضحك I don't know.